بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابتي والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المنهجي الشافعي القاهري المصري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشرحها في الدارين، آمين. وما زلنا في النوع 46 في أساليب القرآن وفنون البليغة وفي أسلوب التقديم والتأخير، والنوع الأول ما قدم والمعنى عليه، وأحدها هو السبق، وآخر جزء في هذا النوع وهو السبق، ومنها سبق إنزال، يكون سبب التقديم سبق إنزال، يعني سبب مجرد فقط زماني، الزمان والأول يذكره الأول، لك التوراة والإنجيل، ما يقولش الإنجيل والتوراة، التوراة الأول بعدين الإنجيل، كقوله وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، فرتبهم بترتيب نزلهم، وقول الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وأما قوله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم، وبدأ الإنزال إلينا وهو متأخر، وما أنزل إليهم وهو متقدم، ليه هنا خالف القاعدة؟ فإنما قدم القرآن منبها له على فضيلة المنزل عليه، ولأن القرآن أيضا مهيمنا على الكتب السابقة وناسخا لها فقدمه لذلك، يبقى قدمه لإيه؟ لعلو مرتبته. ومنها سبق وجوب، كقوله تعالى اركعوا واسجدوا، فالإنسان بيركع الأول وبعدين يسجد، وقول تراهم ركعا سجدا، فإن قيل فقد قال واسجدي واركعي مع الركعين لستنا مريم، قيل يحتمل أنه كان في شريعتهم السجود قبل الركوع، ويحتمل أن يراد بالركوع ركوع الركعة الثانية، وقيل المراد بركعي اشكري، وقيل أراد اسجدي صلي وحدك، وبركعي صلي في جماعة، ولذلك قال مع الراكعين. ومنها سبق تنزيه، يعني لما يجي يذكر مثلا يذكر الله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل الملائكة ولكن البر من آمن بالله والملائكة قدم الله، تنزيه، ما قالش ما إيه آمن بالملائكة وخلى الله في الآخر، لا، فهم؟ يبقى إيه في التقديم يكون سبب التنزيه، كقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن، وبدأ بالرسول، خد بالك، كل آمن بالله وبدأ بالله، ثم ثنى بالملائكة ثم الكتب ثم الرسل، لأن الملائكة هم واسطة إنزال الكتب إلى الرسل اللي هي الوحي يعني، فبدأ بالرسول قبل المؤمنين في قول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، ثم قال كل آمن بالله وملائكته وكتبه، فبدأ بالإيمان بالله، لأنه قد يحصل بدليل العقل، والعقل السابق في الوجود أولا على الشرع يعني، ثم قال وملائكته مراعاة لإيمان الرسول، فإنه يتعلق بالملك الذي هو جبريل أولا، ثم بالكتاب الذي نزل به جبريل، ثم بمعرفة نفسه أنه رسول، وإنما عرف نبوة نفسه بعد معرفته بجبريل عليه السلام وإيمانه، فترتب الذكر المنزل عليه بحسب ذلك، فظهرت الحكمة والإعجاز، فقال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لأن الملك هو النازل بالكتاب،
وإن كان الكتاب أقدم من الملك لأنه كلام الله، ولكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للملك كانت قبل سماعه الكتاب. وأما إيماننا نحن بالعقل، آمنا بالله أي بوجوده، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا اسمه ووجوب النظر المؤدي إلى معرفته، فآمنا بالرسول ثم بالكتاب المنزل عليه وبالملك النازل به. فلو ترتب اللفظ على حسب إيماننا لبدأنا بالرسول قبل الكتاب، كما بدأ بالملائكة قبل إيه؟ قبل الكتاب وإيه والرسول. ليه؟ لأن الملائكة إيه حملت الكتاب إلى الرسل. فلو إيه لو بدأنا إحنا على حسب إيماننا إحنا بقى، يعني إحنا بنعرف الرسول أولا قبل الكتاب ثم يتلو علينا الكتاب فيعلمنا، وبالملك النازل به، ونعلم بعدما عرفنا أنه رسول وتلا علينا الكتاب عرفنا أن هذا الكتاب نزل بواسطة الملك وهو الوحي. فلو ترتب اللفظ على حسب إيماننا لبدأ بالرسول قبل الكتاب، ولكن إنما ترتب على حسب إيمان الرسول فجعله على ترتيب إيمان الرسول وجمعنا معه، علشان إيه؟ ترتيب تنزيه. الذي هو إمام المؤمنين ذكره السهيلي في أماليه. وقال غيره في هذا الترتيب سر لطيف، وذلك لأن النور والكمال والرحمة والخير كله مضاف إلى الله تعالى، والوسائط في ذلك الملائكة، لأن هي اللي بتدبر أمر الله في الأكوان، هي إيه؟ ربنا بيبعتها رسل يدبروا الأمر، سماهم المدبرات أمره. والمقابل لتلك الرحمة هم الأنبياء والرسل، فلا بد أولا من أصل اللي هو من الله يعني، وثانيا من وسائط وهم الملائكة، وثالثا من حصول تلك الرحمة بظهور الرسل، ورابعا من وصولها إلى المقابل لها عن طريق معرفة الرسول. والأصل المقتضي للخيرات والرحمة هو الله، ومن أعظم رحمة رحم بها عباده إنزال كتبه إليهم، والموصل لها هم الملائكة، والمقابل لها المنزل عليهم هم الأنبياء، فجاء الترتيب على ذلك بحسب الوقائع. وكده نكون انتهينا من إيه؟ من النوع الأول، وغدا نتكلم إيه؟ التقديم بالذات اللي هو الثاني غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.